محاضرة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن الثيرويد كانسر، وده واحد من المواضيع اللي أنا شايفها مهمة للامتحان، وكمان مهمة في الكلينيكال براكتس، لأنه حالات الثيرويد كانسر مهياش حالات قليلة، وللأسف زي ما بقول دايما إنه مش كتير بيقدر يعمل مانجمنت للثيرويد كانسر بشكل كويس. يعني عشان خاطر نقدر نعمل مانجمنت للثيرويد كانسر بشكل كويس، محتاجين مالتي ديسيبلينري تيم. لازم يبقى التيم ده فيه حد هيد اند نيك سيرجن، بالاضافه الى حد راديولوجي كويس ونيوكلير ميديسن كويس واندوكرينولوجيست كويس وحد ميديكال انكولوجيست كويس. يمكن هنتكلم النهارده عن الثيرويد كانسر، وما هوش وان ديزيز، هنتكلم عن ديفرنت تايبس من ديفرنت هيستولوجيز من الثيرويد كانسر، وكل واحده فيهم بيبقى ليها لاينز اوف مانجمنت مختلفه عن الثانيه. الجزء اللي يهمني زي ما قلت لكم، يمكن عندنا في مصر انه اول ما العيان بيتشخص هير كانسر على طول مثلا بيروح لدكتور الجراحه ودكتور الاورام بعد كده، لكن بره مصر المفروض انه بيتابع مع حد اندوكرينولوجيست، ولما يبقى متستاتيك يروح بعد كده حد ميديكال اونكولوجيست، او اتليست يبقى الديسيجن يبقى شيرد بتوين الميديكال اونكولوجيست وما بين الاندوكرينولوجيست. فيعني للاسف انا مش بشوف الكلام ده كتير او في مصر، ويمكن ده السبب انه المانجمنت اوف حالات هير كانسر مش بيبقى يعني على احسن حاجه يعني. فالنصيحه بتاعتي لازم يعني الديسيجن يبقى مالتي ديسيبلينري. لو انت حد مش بتشتغل ثيري كانسر كتير، يفضل ان انت كونسلت حد يبقى اكسبرت في الثيري كانسر مانجمنت، بالذات في الديفرنشيت ثيري كانسر، لانه زي ما هنشوف دلوقتي في كلام كتير قوي. امتى نعمل سيرجي وايه تايب اوف سيرجي تعمل، امتى ندي ريدي اكتيف ايودين وايه الدوز بتاعت الريدي اكتيف ايودين، امتى ندي تارجت ثيرابي، وازاي نعمل فولو اب للعيان دوت. دي كل حاجات انا شايف حاجات مهمه جدا في الكلينيكال براكتس، وذاتس واي انكلودد في المحاضره بتاعت النهارده. يمكن المحاضره بتاعت النهارده برضه زي ما قلت لكم جايبها من السورسز بتاعتنا، من البورد ريفيو ومن الازمو جايد لاينز ومن ان سي ام جايد لاينز. ان شاء الله المحاضره كويسه وتستفيدوا منها باذن ربنا ان شاء الله. الثيرويد كانسر، الحاجات اللي هنتكلم فيها النهارده هنتكلم فيها عن انتروداكشن، هنتكلم فيها عن الديفرنت هيستولوجيز اوف ثيرويد كانسر، وشويه حاجات كده عن البرزنتيشن والمانجمنت اوف سوليتيف ثيرويد نيديول هنعملها ازاي، وبعد كده هنتكلم عن الدايجنوسيس والستيجنج، وبعد كده التريتمنت. دي كل نوع على حده. كنا بنتكلم مينلي على 3 مين تايبس اللي هم الديفرنشيتد ثيرويد كانسر والميدالي ثيرويد كانسر والانابلاستيك ثيرويد كانسر، وفي شويه ابديتس كده في الان سي ان السنه دي في جون 2024 في از ريجارد الانابلاستيك ثيرويد كانسر، هتكلم عنها از هنت كده، وفي الاخر خالص هنتكلم عن تجميع بقى للتارجت ثيرابي اوف ثيرويد كانسر. يعني ممكن يجي لك في الامتحان سؤال بس كده اسمه تارجت ثيرابي في ثيرويد كانسر، فانت بتتكلم بقى عن التارجت ثيرابي في الديفرنشيتد في الميدالري ودلوقتي حاليا في الانابلاستيك ثيرويد كانسر. انتروداكشن، زي ما احنا شايفين انه الثيرويد جلاند عباره عن ثيرويد فوليكلز وجنبها حاجه اسمها بارا فوليكولار سيلز. اوكي، الثيرويد فوليكلز دي هي دي اللي بتطلع منها الديفرنشيتد ثيرويد كانسر، نقصد بيها اللي هم البابيلري موست كومن سب تايب، ليها بعد كده فوليكولار ودي ليست كومن شويه، وبعد كده الهيرسل سيل ودي يمكن الليست كومن. النوع الثاني من الثيرويد كانسر اللي ممكن نشوفه بيطلع من الثيرويد فوليكلز الانابلاستيك ثيرويد كانسر، وده الورست بروجنوزيس، يمكن اسوء انواع الكانسرز على الاطلاق هو الانابلاستيك ثيرويد كانسر، مش بس في الثيرويد، لا تقريبا في كل السوليد ماليجنسز. يعني النوع اللي بيطلع بقى من البارافوليكولار سيلز هو الميدالري ثيرويد كانسر، دي زي ما شايفين نسبتها برضو قليله جدا، حوالي 2% من التوتال ثيرويد كانسرز. اوكي، يمكن المين لاينز فور تريتمنت زي ما احنا شايفين جراحه الريدي اكتيف ايودين والتي اس اتش سبريشن، ده بينطبق على الديفرنشيت ثيرويد كانسر. لكن لما نيجي نشوف مثلا في حالات الميدالي ثيرويد كانسر، هتلاقي المين لاين فور تريتمنت هو عباره عن السيرجي، ممكن ريديو ثيرابي، لكن مفيش رول فور ريدي اكتيف ايودين لانه بتطلع من خلايا مختلفه خالص، ومفيش رول فور تي اس اتش سبريشن او ثيرويد ستيميتنج هرمون سبريشن. نفس الكلام بالنسبه للبلاستيك ثيرويد كانسر، هتلاقي تقريبا التريتمنت لاينز اللي موجوده هي مينلي الجراحه والريدي ثيرابي، ومفيش رول فور ريدي اكتيف ايودين ثيرابي او ثيرويد تي اس اتش سبريشن تريتمنت. مره ثانيه احنا بنتكلم في ثيرويد كانسر از نوت وان ديزيز، احنا بنتكلم على ديفرنت تايبس هيستولوجيز.
في الدم. طيب حاضر. كان اوكي اعتقد كده ان شاء الله الصوت يبقى كويس. زي ما قلت لكم احنا بنتكلم في 3 مين هيستولوجيز: الديفرنشيتد ثيريك كانسر، والميدالري ثيريك كانسر، والانابلاستيك ثيريك كانسر. الثيريك كانسر طبعا هي مور كومن في فيميلز عن المينز، يمكن 3 حالات في الفيميل الى حاله في المين. وده لانه اغلب الثايرويد ديزيزز اتس اوردرز عامه، سواء كانت بقى يعني بناين ثايرويد ديزيز او مالجنن ثايرويد ديزيز، كلها مور كومن ان فيميلز. اوكي، وبما ان طبعا البناين ديز اوردرز اللي بتيجي في الثايرويد جلاند هي بعد كده بتديسبوز دي المالجنن ديز اوردر، ذاتس واي انه بالطبيعي بيبقى الانسيدنس مور كومن في فيميلز عن الميلز. عشان كده واحد من اهم ريسك فاكتورز هو بينج ا فيميل سكس، يعني الفيميل سكس لوحدهم بيبقى مور بريديسبوز للثيرويد كانسر. وعشان كده هتلاقي حتى جزء بقى بعد كده من الستيجنج او البروجنوزز بتاع الثيرويد كانسر هو السكس بريزنتيشن، يعني في فيميل الاقل من 40 سنه بيبقى بيتر بروجنوزز راذر ذان ان ميل ثيرويد كانسر. اوكي، ريجاردلس الايج. كمان الواحد من الريسك فاكتورز مهمه جدا هو الهيدن نيك راديوثيرابي. الهيدن نيك راديوثيرابي يعني لو حد خد راديوثيرابي في الهيدن نيك، ده من ضمن الحاجات اللي بتزود البريديسبوزيشن فور ثيرويد كانسر، وده سبيشالي بنشوفه في العيانين اللي هم كانوا عندهم هوجيك لينفوما وخدوا راديوثيرابي. كان زمان في حاجه اسمها مانتل فيلد راديوثيرابي. المانتل فيلد راديوثيرابي بياخد كل السيرفيكال لينف نودز وبياخد معاهم الهيدن نيك وبياخد معاهم جزء من التشست، وده كان بيزود الريسك برضه فور ثيرويد كانسر. اوكي، دلوقتي يمكن بقى المانجمنت بقى انفولف فيلد، وبعد كده بقينا انفولف بتاع انفولف سايت، يعني ليميتيشن اوف ريديو ثيرابي فيلد عشان خاطر اقلل الريسك فور ريديو ثيرابي اسوسييتد مالجنسيس. جزء كمان مهم جدا من الريسك فاكتورز هو الهيريديتري سيندرومز، سبيشالي المن تايب 2 اي وبي، وهنتكلم عنهم النهارده، ودول اسوسييتد بالريسك انكريزنج ريسك فور ميدالري ثيريك كانسر. الكاودن سيندروم اللي بيبقى فيها ميتيشن في البي 10 بيزود ريسك فور بابيلاري ثايرويد كانسر. كمان الكاودن سيندروم هي مش اسوسييت بس بالثايرويد كانسر، لا اسوسييت كمان بالبريست كانسر، اسوسييت بالكولون كانسر، اسوسييت بالاوفيرين كانسر، واسوسييت بالبرين تيومرز عامه. الفاب اللي هو فاميليا الادينوماتس بوليبوزس، يمكن اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، احنا اتكلمنا في محاضره الساركوما، وقلنا ان الفاب بيزود ريسك فور ساركوما، كمان بيزود الريسك فور كولون كانسر، وبيزود الريسك فور برين تيومرز سبيشالي جلايومز او جلايوبلاستوما، وكمان بيزود الريسك فور ثايرويد كانسر. اوكي، فعشان كده لما تلاقي حد عنده كانسر سيندرومز متعلقه ب وان اوف ذيز جينز، تبدا تحاول تو انك تربطها بالكانسر بريديسبوزيشن، والمفروض العيان ده تعمل له جيناتيك كونسلنج، والمفروض بعد كده تعمل له جيناتيك تيستنج. طبعا دلوقتي حاليا بيعملوا سيكونسنج العينين دول بره، لكن احنا عندنا طبعا السيكونسرز او اجهزه السيكونسرز ما هيش منتشر قوي، فانت بتحاول طبعا مع الدكتور الجيناتكس انه يطلع ايه الموست كومن بريديسبوزيشن سيندرومز، ونبدا نديتكت الجينز بتاعتها. اوكي، فدي الاهم ريسك فاكتورز ريليتد للثيرويد كانسر، يبقى اجين الفيميل سكس، الراديوثيرابي على الهيد اند نيك، والهيريديتري كونديشنز من اهمهم الكلاودن سيندروم والفاب والمن تايب 2 اي و2 بي. في سلايد كامل هتكلم عن المن اللي هي مالتيبل اندوكراين نيبليزيا، ودي واحده من السيندرومز المهمه اللي احنا نبقى عارفينها، ريليتد بالفون هيبلن داو جين. ودلوقتي حاليا برضو في واحد وان اوف تارجت ايجنتس يمكن خد الاف دي ابروفال تارجتنج الفون هيبلن داو جين، وموجود في الانسلين جايد لاين اسمه بنزوتوفان، هتكلم عنه كمان شويه. طيب بعد الانترودكشن دي هتكلم عن البيولوجي اوف ثيرويد كانسر. يمكن يعني دايما البيولوجي في الكانسرز واحده من الفيلدز اللي بيحصل فيها تطورات كتير قوي، يمكن ساعات يبقى ريفلكتد بتشينج في البلان اوف ثيرابي، بس حتى الان احنا يمكن برضه في مرحله لسه يعني لسه بنتعلم عن البيولوجي اوف كانسرز مور اند مور. في بعض الكانسرز اللي المانجمنت فيها اتغير بيز اون البيولوجي، وفي بعض الكانسرز لسه ما وصلناش ان احنا نقدر نغير البلان فور تريتمنت بيز اون بيولوجي، لان احنا لسه محتاجين مور ان ديبث نولج في البيولوجي اوف كانسر، من ضمنهم الثايرويد كانسر.
فزي ما احنا شايفين كده انه ال differentiated thyroid cancer especially papillary cell type ال most common mutation فيها بيبقى في البي راف والراس ميوتيشن. ال follicular وهي دي least common شوية بيبقى فيها الراس ميوتيشن وال TP53 ميوتيشن وال P10 ميوتيشن. في حين بقى ان حاجة زي ال anaplastic thyroid cancer او poorly differentiated thyroid cancer بيبقى mainly هتلاقي ال most common mutations فيها هي راس وراف وال TP53. فدي الموست كومن سبتايز من الهيستولوجي سبتايز من الثيرويد كانسر. وزي ما احنا شايفين الموست بروميننت ميوتيشنز بتتراوح ما بين البي راف والراس والبي 53 سبيشالي في الناس اللي عندهم انابلاستيك ثيرويد كانسر. نيجي بعد كده للجزء بتاع التشخيص، يبقى اتكلمنا عن انتروداكشن، اتكلمنا فيها عن ابيديميولوجي، واتكلمنا فيها عن الهيستولوجيك سبتايز، وبعد كده البيولوجي. نتكلم بعد كده عن الدايجنوس. الدايجنوسس بدايه من البرزنتيشن، طبعا الموست كومن برزنتيشن في ناس عندهم ثايرويد كانسر هي كان بي ديسكفرد انسيدنتالي، حد عنده مثلا ثايرويد انلارجمنت او جويتر وانت بتعمله سيرجري، بصيت بقى بتفحص العينه لقيت فيها ثايرويد ديفرنشيت ثايرويد كانسر، ودي وان اوف ذا موست كومن برزنتيشن. عشان كده مهم جدا اي عيان هيعمل ثايرويد ديكتومي فور اني ريزون خلاص، سبيشالي الناس اللي عندهم مالتي نوديال جويتر، ان هو يتفحص كويس جدا باثولوجيكالي بوست اوبرتيفلي. اوكي كمان في الادفانسد ستيجز وسبيشالي في الحالات الانابلاستيك ثايرويد كانسر في عندنا كومبريشن سيمتومز. كومبريشن على الريكارنت لارينجال نيرف يعمل لك هورسنس اوف فويس، يعني كومبريشن على التراكيه تعمل لك ديزنيا، او كومبريشن على الاسوفيجس تعمل لك ديسفيجيا. فدي كومبريشن سيمتومز بتشوفها موست كومنلي في الناس اللي عندهم انابلاستيك ثايرويد كانسر. اوكي وحاجه من الحاجات المهمه جدا في الكلينيكال برزنتيشن بتاعنا انك you have to check for men لو حد عنده medullary thyroid cancer. medullary thyroid cancer زي ما قلت ده specific subtypes بيبقى فيه association قوية بينه وبين multiple endocrine neoplasia. multiple endocrine neoplasia زي ما قلنا كده هي من type 2A و من type 2B. من type 2A و type 2B بيبقى فيه معاهم involvement في parathyroid gland، بيبقى فيه معاهم في chromocytoma، يمكن دي أهم point عارفينها إنه لو حد عنده medullary thyroid cancer you have to rule out إنه ما يبقاش عنده فيه كروموسيتوما، يعني ما يبقاش جزء من مالتيبل اندوكراين نيبليزيا، لانها هتفرق معاك جدا في السيرجيكال مانجمنت. لو حد عنده فيه كروموسيتوما وانت دخلته تخدير وعرضته للستريس بتاع السيرجي نفسها والستريس بتاع الانستيزيا وهو كان عنده فيه كروموسيتوما، العين ده ممكن يحصل له ديث اون تيبل على ترابيزه العمليات. عشان كده جزء مهم جدا في الناس اللي بالذات عندهم مدرج فريق كانسر لازم يبقى جزء من بري اوبرتيف ورك اب انك تشوف اليورين في ام اي عشان خاطر ترول اوت في كروموسيتوما عندهم. طيب الورك اب لطلوب العيان دوت، الحاجات الروتين هتعمله طبعا نيك الترا ساوند، والنيك الترا ساوند هتعمله على الثيريك جلاند وعلى السيرفيكال ليمف نودز، وبعدين باخد بايبسي. طيب ايه نوع البايبسي اللي بتاخدها من الثيرويد؟ يمكن دي واحده من الحالات القليله جدا في الانكولوجي اللي اكسبتد فيها الفاين نيدل اسبيرت. يعني دايما احنا بنتكلم في البايبسي في كل السوليد مالجنسز بيتر انها تكون اكسجن بايبسي او كور بايبسي، لكن في حالات الثيرويد كانسر لا اكسبت انك تاخد فاين نيدل اسبيرت. الفاين نيدل اسبيرت عباره عن ابره صغيره خالص بتدخل جوه السسبكتد ديول اللي انت شاكك فيها وبعد كده تبدا تفحصها خلاص، ويفضل انك تاخدها لو في عندك سسبكتد نيديول بلس لو في عندك كمان سسبكتد ليمف نود، لانها تفرق في الديسيجن بتاع السيرجن هل هتعمل سيلكتيف نيك دايسكشن او ليمف نود دايسكشن ولا تعمل كومبليت ليمف نود دايسكشن. فمهم جدا بري اوبراتيفلي تعرف الاكستنت اوف ذا ديزيز. كمان تفرق معانا في الستيجنج زي ما هنشوف كده في الديفرنشيال ثيري كانسر وفي المانجر بتاعنا. طيب هل في رول فور سي تي سكان؟ شوف لو هنعمل سي تي سكان مهم جدا جدا ان بالذات في حالات الديفرنشيت ثيري كانسر ان لو انت تستخدمها بري اوبرتيفلي او ايفن في الفول اب انها تكون ويزاوت كونترست. ليه؟ لو انت عندك بلان ان الشخص دوت هياخد راديو اكتف ايودين فما ينفعش تستخدم كونترست، لان الكونترست بيبقى فيه ماده ايودين، الثيري جلاند شرهه جدا للايودين اللي موجود، سواء كان الايودين ده موجود في الدايت ولا موجود في الكونترست اللي انت بتديه في الصبغه بتاعه السي تي. فلو حد خد صبغه بتاعه سي تي والصبغه دي فيها ايودين الثيري جلاند هتاخده وتتشبع بالايودين. فانت لو العيان ده بلاند بعد كده انك تديله ثيرابيتك دوز من ريدي اكتف ايودين او ايفن حتى دايجنوستيك ريدي اكتف ايودين عشان خاطر تشوف الاكستنت اوف ذا ديزيز وكانت الجلاند متشبعه اصلا بالايودين مش هتاخد ايودين، يبقى عندك ريزيدوال تيشو ومش هيبان في الاشعه. ليه؟ عشان خاطر هو متشبع بالايودين مش عايز حاجه جديده.
او هيبقى عندك ريزيدوال ديزيز ومش تقدر تديله ثيرابيوتيك دوز من الراديو اكتيف ايودين. ليه؟ لانه كان واخد ايودين قبل كده وهو متشبع بالايودين. فالفكر دايما دايما تراي تو افويد الكونتراست ميديا، بالذات السي تي كونتراست ميديا في الناس اللي عندهم ديفرنشيتد ثايرويد كانسر، وانت بلاننج انك تديلهم راديو اكتيف ايودين او تصورهم براديو اكتيف ايودين. اوكي، طيب هل محتاج بقى سي تي كاب زي بقيه الكانسرز؟ يمكن اغلب الثايرويد كانسرز بتبقى التست بتاعها ايدر لوكالي الليمف نودز او لوكال اكستنشنز في حاله الاندستريال ثايرويد كانسر. الدستن تستس مش مشهور قوي، عشان كده كفايه قوي قوي انك تعملهم بس تشست ايمجينج تشست اكس راي ويل بي انف. لو اكستنسيف او في لوكال اكستنشن عنيف شويه اعمل سي تي تشست، ويفضل يكون وذاوت كونتراست لنفس السبب زي ما قلت لكم عشان خاطر تراي تو افويد الكونتراست ماتيريال في الناس اللي عندهم ثايرويد كانسر. طيب جزء كان مهم جدا بقى الناس اللي عندهم ميدالري ثايرويد كانسر. زي ما قلت لكم ميدالري ثايرويد كانسر ده بتطلع منين؟ بتطلع من مش من الفوركس بس اوريجينال، بتطلع من البارافير بيرسنس، وهي تعتبر جزء من النيورو اندوكراين تيومرز اللي ممكن يعني سب تايب اوف نيورو اندوكراين تيومر. ليه؟ لانه المفروض البارافير بيرسنس دي بتطلع هرمون اللي هو الكالسيتونين، وبالتالي هيبقى جزء من التيومر ماركرز ليها انك تشوف الليفل اوف كالسيتونين. كمان ممكن تشوف السي اي، فالسي اي كتيومر او كتيومر ماركر احنا اتكلمنا عنه او هنتكلم عنه بعد كده بيبقى موجود فين؟ موجود في اللانج كانسر، هو تيومر ماركر لانج كانسر، وطبعا تيومر ماركر للكولون كانسر، كمان هو تيومر ماركر للثايرويد كانسر، فهو نون سبيسيفيك تيومر ماركر. اوكي، فاي نوع من الثايرويد كانسر في المدار الثايرويد كانسر. لكن حاجه زي ما قلت لكم مهمه جدا جدا في الناس اللي هيتشخصوا بمدار الثايرويد كانسر، جزء من البري اوبرتيف ورك اب بتاعها انك لازم تعملهم ميتانفرنس ان يورين اللي هو بتشوف الفينر مانديليك اسيد او في ام اي ان يورين، وده بيطلع من السيروتونين. ليه؟ عشان خاطر ترول اوت في كروموسايتوما. اوكي، عشان خاطر زي ما قلت لكم مهم جدا جدا انك لو عنده في كروموسايتوما تو بي مانجمنت ميديكالي كويس قوي بري اوبرتيفلي عشان خاطر ما يحصلش انتر اوبرتيف كومبليكيشنز. طيب ده بالنسبه لي الموست كومن برزنتيشن وايه هو الورك اب اللي بعمله. في حاجه من الحاجات اللي عارفينها بقى هو سوليتري ثايرويد نيديول. يمكن برضه في المنهج بتاع اونكولوجي في عندنا تو ساينس لو لقيتهم نيديول مهم تبقى عارف ايه هو اللاين اوف مانجمنت بتاعها. هو اللانج عندك سوليتري بالمونري نيديول تبقى عارف ايه هو اللاينز اوف مانجمنت ليها، والثايرويد جلاند لو عندك سوليتري ثايرويد نيديول تبقى عارف ايه هي اللاينز اوف مانجمنت ليها. طبعا انت في اغلب الاحوال بيجي لك عامل تشخص خلاص بالثايرويد كانسر ولا بيجي لك بلانج كانسر، لكن وات اف ان عيان كان البرزنتيشن بتاعه سوليتري ثايرويد نيديول او سوليتري بالمونري نيديول وجالك انت كدكتور اونكولوجي شاكك انه يكون كانسر، هاو تو مانج ذيس كيس؟ عشان كده ده واحد من الحاجات اللي بيحبوا برضه بالذات في البوردز او الحاجات الاجنبيه يسالوا عنها. اوكي، سوليتري ثايرويد نيديول هاو تو مانج. اول حاجه خالص بنعملها انك تشوف التي اس اتش ليفل، تطلع عنده الثايرويد بروفايل. ثايرويد بروفايل لو الثايرويد بروفايل بتاعه كان التي اس اتش بتاعه لو، يعني في عندك هايبر فانكشننج نيديول والراديو اكتيف سكان بتاعه مطلع لك هوت نيديول، يعني في عندك اكتيف نيديول، يبقى قطعا النيديول دي مستحيل تكون كانسر. يبقى لو عندك التي اس اتش بتاعك قليل وريديو نيوكليوتايد سكان او الريديو اكتيف سكان طلع هايبر فانكشن نيديول، يعني اللي عنده ثايرودايتس او عنده توكسيك نوديولر جويتر، مستحيل انها تكون مالجنسي. امال امتى اشك بقى؟ لو لقيت التي اس اتش بتاعه عالي وعملت راديو اكتيف ايودين سكان لقيتها كولد نيديول، يعني كولد نيديول يعني مش واخده راديو اكتيف ايودين كتير. اوكي، هوت نيديول يعني واخده راديو اكتيف ايودين بكثافه، كولد نيديول يعني هتلاقي الجراند كلها منوره او لونها اسود وتلاقي حته فيها كده مش واخده راديو اكتيف ايودين قوي، دي اسمها كولد نيديول. لكن في الهوت نيديول هتلاقي الجراند لونها باك جراوند لونها جراي كده، وهتلاقي حته اكثر سوادا، يبقى دي هايبر فانكشن او هوت نيديول. الهايبر فانكشن او هوت نوديول يعني في عندي ثايرودايتس او في عندي توكسيك نوديول جريتر، ده مستحيل تكون مالجنسي، رول اب رول اوت المالجنسي. لكن لو في عندك كولد نوديول يعني حته مش واخده ريدي اكتف ادين كفايه، يبقى ساعتها يو هاف تو سسبكت المالجنسي، وساعتها يبقى النكست ستيب بتاعك انك تعمل للعين دوت فاين نيدل اسبرين. يبقى اول حاجه تعملها عين دوت حاجتين، تطلب له ثايرويد بروفايل وتعمل له ريديو نيوكلايد سكان على الثايرويد جلاند. اوكي، لو طلع الثايرويد بروفايل بتاعه لو وريديو اكتف او وطلعت الجلاند دي او النوديول دي اكتف نوديول، خلاص يبقى ديت يو كان رول اوت مالجنسي.
لكن لو طلع التي اس اتش بتاعك عالي ونديول دي كود نديول يبقى ساعتها انا سسبكت ماليجنسي واعمل فاين نيدل اسبرت. الانتربريتيشن بتاع فاين نيدل اسبرت بقى طبعا ليه كده برضو سبيسيفيك انتربريتيشن عارفينه كويس قوي الناس بتوع الباثولوجيست والرادياولوجيست او الناس اللي هم بتوع الاندوكرينولوجي برضو لان الحاجات دي حاجات مهمه قوي. اولا ممكن تطلع في الاخر العينه نون دايجنوستيك، يعني انت خدت فاين نيدل اسبرت وما قدرش بتاع الباثولوجي يقول لك والله دي فيها مالجنسي ما فيهاش مالجنسي مش قادر يحدد. اوكي طب هاو تو مانج ذات؟ لا ساعتها يو هاف تو ريبيت الفاين نيدل تاني اوكي عشان خاطر نوت تو مس المالجنسي. طيب ممكن احتمال تاني يطلع لك بتاع الباثولوجي ريبورت يقول لك خلاص لا والله انا بحلف نجيب بناين، خلاص ما دام بناين يبقى هتري اشور العيان وتعمل بس فولو اب للنديول ديت من خلال الايمجينج. طيب ممكن يقول لك والله النديول ديت انا شايف انها سسبيشس فور فوليكولار نيوبلازم او سسبيشس فور هيرتل سيل نيوبلازم، ساعتها لو هي سسبيشس فور مالجنسي يفضل انك تعمل سيرجري، والسيرجري في هذه الحاله هتبقى لوبيكتومي تشيل الجلاند ديت وتعمل طبعا اسسمنت يا اما تعمل فروزن سيكشن اثناء العمليه ولو طلعت انها مالجنت تكمل كومبليت سيرجري على حسب السايز بتاعها تمام. او يقول لك والله لا دي سسبيشس فور مالجنسي، بس سسبيشس فور مالجنسي ساعتها تعمل على طول توتال ثايرويدكتومي، او ممكن يقول لك يحلف لك والله طلعت مالجنت خلاص يبقى ساعتها المنهج هيبقى توتال ثايرويدكتومي وتشوف بقى الهيستولوجيك سب تايب بتاعها. يبقى الاحتمالات ممكن تكون نون دايجنوستيك، ممكن تكون حاجه بناين، ممكن تكون حاجه سسبيشس فور نيوبلازم او سسبيشس فور مالجنسي او تكون مالجنت خلاص فور شور. يبقى زي ما شايفين المنهج بتاعي مختلف. لكن في حالات بيسموها ايه اتيبيكال فايندينج، زي مثلا تلاقي في حاجه اسمها انترميديت فوليكولار ليجن او اتيبيكال سيلز اوف انديترمينت سيجنيفيكانس. دي ده حاجات محيره شويه يعني اتيبيكال فايندينج، او احنا مش متاكدين والله هي ما هيش سسبيشس وفي نفس الوقت ما هياش بناين. هاو تو مانج؟ المانج بتاعنا هيبقى فولو اب. الفولو اب ممكن من خلال يو كان ريبيت تاني الفاين نيدل اسبريت، او طبعا بره ممكن يعملوا حاجه اسمها جين كلاسيفيكيشن، يعني انك بتشوف بقى ايه الجينيتك اسسمنت تشوف لو الشخص دوت عنده ريت ميوتيشن ولا عنده راس ميوتيشن او راف ميوتيشن. لو لقيت فيه سنجل جين ميوتيشن يبقى ده سسبكتد ان في عندك مونوكلوناليتي، يعني في عندك مالجنسي، وساعتها بروسيد از مالجنت كلون او مالجنت كيس. اوكي طيب again دي البثيسدا سيستم بتاع زي ما قلت لكم ال results of fine needle aspirate ممكن تكون non diagnostic وساعتها you have to repeat the fine needle او تكون benign يبقى reassure بتعمل clinical follow up او imaging follow up، او تكون atypical finding لو atypical finding you can repeat او تعمل حاجه اسمها molecular testing، لو suspicious for malignancy او suspicious for follicular neoplasm بعمل lobectomy او total thyroidectomy، لو malignant على طول بعمل total thyroidectomy. يبقى كده اتكلمنا عن الستيجنج او البرزنتيشن سوري، اتكلمنا عن الكلينيكال برزنتيشن وعرفنا الورك اب بتاعنا والمانجمنت اوف سوليتري ثايرويد نيدل. في جزء مهم جدا وهو الستيجنج، والستيجنج مش حفظ على قد ما انت لازم تبقى فاهمه. خلاص الستيجنج في الثايرويد كانسر بيعتمد على الهيستولوجيك سب تايب، زي ما احنا شايفين كده ان الديفرنشيتد ثايرويد كانسر ليها ستيجنج مختلف عن الابلاستيك ثايرويد كانسر. اوكي دي حاجه. الحاجه الثانيه انه كمان مش بس بيعتمد على الهيستولوجي طيب، كمان بيعتمد على الايج. فالايج في الديفرنشيت ثايرويد كانسر لو اقل من 50 سنه ليه ستيجنج مختلف عن الديفرنشيت ثايرويد كانسر فوق سن ال 50 سنه. يبقى اذا الستيجنج بيعتمد على حاجتين، بيعتمد على الهيستولوجي وبيعتمد على الايج. تمام اولا نبقى عارفين بس التي ان ام ستيجنج كرايتيريا عشان خاطر دي هتفيدنا بعد كده في الديفرنشيت ثيري كانسر في الريسك ستراتيفيكيشن بتاعنا. اولا التي سيستم، خلاص التي انا امتى اقول تي 1 لو اقل من 2 سم، تي 2 من 2 ل 4 سم، التي 3 لو اكتر من 4 سم، خلاص تي 4 حصل اكستنشن للتيومر بره الثايرويد جلاند. اوكي لو جروس انفيجن يبقى تي 4 اي، لو عندك جروس انفيجن ووصل لاورجن cannot be resected زي البارافيرتبرال بون او للفيسل يبقى ساعتها تي 4 بي. ده بالنسبه للتي ستيج. يبقى تي 1 لغايه 2 سم، تي 2 من 2 ل 4، تي 3 فوق ال 4، تي 4 حصل اكستنشن بيوند الثيرويد جلاند. طب الليمف نود الان زيرو مفيش ليمف نود انفولفمنت، الان 1 لو في عندك انفولفمنت في السنترال ليمف نودز اسمها ان 1 اي اللي هي رقم ليفل 6،
بيبقى حوالين الجلاند نفسها او حوالين التراكيا. ان 1 بي لا، في عندك اذر لينفونودز بقى اللي هي بريفرال لينفونودز اللي هي ليفل 1 تو 5، ومفيش عندنا ان 2، هي بس ان 1 اي وان 1 بي. الام طبعا ام 0 مفيش ديستنت تستس، ام 1 في ديفرنت ديستنت بس. لكن زي ما قلت لكم ده تي ان ام سكورينج، ده بينعكس بعد كده بقى في الستيجينج اللي بيعتمد على الهيستولوجي رقم واحد والايدج رقم اثنين. فور اكزامبل زي ما احنا شايفين كده انه الديفرنشيتد ثيرويد كانسر في السن اقل من 55 سنه هي اونلي ستيجينج في ستيج 1 وستيج 2 فقط، مفيش عندي ستيج 3 ومفيش عندي ستيج 4. ليه؟ لان دي البيست كانسر اوف بروجنوزس، يعني البروجنوز بتاعها فيري جود. يعني حتى لو في عندك ديستنت ميتاستنس انا مش بعتبر العيان دوت ستيج 4، بعتبره بس ستيج 2. يمكن كمان كانسر عندنا في الانكولوجي برضو الستيج بتاعه مختلف شويه، يعني مفيش عندي ستيج 4. عندها فوق ايه؟ ممكن حد كده يقول لي هو ايه ايه كانسر برضو الستيج بتاعه مختلف، هو بس اونلي ستيج 1 و2 و3؟ طيب لو مش عارفين يعني هم الجيرم سيل تيومر او التستيكولار كانسرز عامه. الجيرم سيل تيومر لان البروجنوز بتاعها فيري جود والريسبونس بتاعها للتريتمنت فيري جود، فاحنا بنحطهم ستيج 1 و2 و3 مش عندي ستيج 4. اوكي، بعد كده على حاجه اسمها بقى ان انا بحط البروجنوز او الريسك فاكتورز بتاعتنا، لكن هو اونلي ستيجنج 1 و2 و3 حتى في الميتاستاتيك كيس. هنا برضو في الديفرنشيتد ثايرويد كانسر لو في سن اقل من 55 سنه يبقى هي اونلي ستيج 1 وستيج 2. ستيج 1 اني تي اني ان ام 0، يعني حتى لو تي 4 وان 1 وام 0 يبقى ده ستيج 1. طيب بقى في عندي ديستنت يبقى ستيج 2. طيب لو ديفرنشيتد ثايرويد كانسر واكتر من 55 سنه، اكتر من 55 سنه يبقى ساعتها عندك ستيج 1 و2 و3 و4 عادي خالص بقى. ستيج 1 لو انت بتتكلم في تي 1 او 2 يعني لغايه 4 سم وان 0 ام 0. ستيج 2 بقى في عندك ليمف نود انفولفمنت. ستيج 3 بقى في عندك اكسترا كابسولر او اكسترا جلاند انفولفمنت خلاص. وستيج 4 بقى عندك ديستانت ميتاستس. وزي ما انتم شايفين كده ان 4 بتقسم 4 اي وبي وسي او اي وبي هنا بس، ان التي 4 ايه لو في عندك التيومر بقى irresectable يعني وصل للبارافرتبرا او وصل لفيسل، والتي 4 بي لو في عندك ديستنت بس. تمام، الانابلاستيك ثيرويد كانسر بقى على النقيض تماما، مفيش فيها اصلا ستيج 1 ولا 2 ولا 3. هي وانس انها اتشخصت حتى لو تيومر صغير جدا 2 سم انابلاستيك ثيرويد كانسر هي ستيج 4. يبقى اذا في الانابلاستيك ثيرويد كانسر كلهم ان تي ان 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 ام هي ستيج 4، بس تفرق بقى 4 اي ولا بي ولا سي. فلو مفيش عندك ليمف نود انفولفمنت يعني كلهم من تي 1 لتي 3 تيومر لوكالايزد ثيرويد جلاند يبقى 4 اي، لو في عندك اكستنشن بره ثيرويد جلاند او في عندك ليمف نود يبقى 4 بي، لو عندك ديستنت ميتاستاز تبقى 4 سي. يبقى عشان خاطر لما تيجي تسال في النقطه دي ممكن تحب تساله فيها في الاورال او في الكلينيكال او الناس تسال البوردز، الستيج اوف ثيرويد جلاند مش حفظ ولكنه فهم. لو انت بتتكلم عن انابلاستيك ثيرويد كانسر كلهم اني سايز اني ستيج هم كلهم ستيج 4، يعني في اي سايز لو في عندك ليمف نود انفولفمنت لو في عندك ديستنت ميتاستاز كلهم ستيج 4 ريجاردلس السايز وريجاردلس الميتاستاز. الديفرنشيال ثيرويد كانسر في عيان صغير في السن كلهم يا اما ستيج 1 يا اما ستيج 2، في ديستنت ميتاستاز تبقى ستيج 2، مفيش ديستنت ميتاستاز تبقى ستيج 1. الديفرنشيال ثيرويد كانسر في كبار السن هم اكتر من 55 سنه ويجول اكتر من 50 سنه، وسبيشالي لو في ميلز يعني برضو نفس الكلام، لو ديفرنشيال ثيرويد كانسر في عيان ميل لا يبقى عندك ستيج 1 و2 و3 و4 عادي خالص. اوكي زي ما قلنا كده 1 التيومر لغايه 4 سم، 2 التيومر اكتر من 4 سم، 3 لا حصل بره اكستنشن بره الجلاند، و4 حصل ديستنت ميتاستاز او انفلود. طيب بكده اتكلمنا عن الجزء الاولاني خالص، اتكلمت فيه عن الانترودكشن. الثيرويد جلاند او الكلاسيفيكيشن بتاعت الثيرويد تيومرز، الابيديميولوجي بتاعنا والهيستولوجيك سب تايبس والبيولوجي بتاعنا، وبعدين اتكلمنا عن البرزنتيشن والورك اب اللي نعمله زي ما قلت لكم مهم جدا، اللي بعمل الترا ساوند وبعمل بايوبسي تكون فاين نيدل اسبريت، وبعد كده بدخل بالسيرجي بناء على الريزلت بتاع الفاينل ليد اسبكت بتاعتي. مهم لو بتدرب ثيرويد كانسر انك تعمل بري اوبراتيف
توما مارك اللي هم كانوا سكرين وسي اي وترول اوت الفيو كروموسوماتوما، اتكلمنا عن الثايرويد سوليتري ثايرويد يور المانجر بتاعنا، وبعدين اتكلمنا عن الستيجنج ودي حاجه مهمه قوي. خلينا كده ناخد بريك 10 دقائق ونبدا بقى نتكلم عن التريتمنت. يمكن اكبر او المين بالك في محاضره النهارده هنتكلم عن التريتمنت اوف ديفرنشيتد ثايرويد كانسر، ودي انا عايزكم تفهموها كويس قوي قوي. يمكن دي لو خلصناها لوحدها هي تلت المحاضره تقريبا بالاضافه للتلت اللي فات دوت، وبعد كده التلت الباقي بقى نتكلم بقى فيه عن الاذر تايبس من الثايرويد كانسر. ف10 دقائق بريك كده ونرجع تاني ان شاء الله. زي ما قلت لكم يمكن ده المين بالك بتاع المحاضرة النهارده، وهو المانجمنت اوف ديفرنشيت ثيرابي كانسر ازاي بنعالجه. زي ما قلت لكم احنا في عندنا 3 مين اوبشنز فور تريتمنت، هما الجراحه والريدي اكتف ادين تريتمنت والتي اس اتش سبريشن او هرمون سبريشن ثيرابي. اولا هنتكلم عن لوكاليز ديفرنشيت ثيرابي كانسر، دي اللاينز فور تريتمنت بتاعنا هي الجراحه والريدي اكتف ادين ابليشن والتي اس اتش سبريشن. مهم بعرف هاو تو فولو اب العيانين دول. الفول اب بتاعنا بيكون يا اما من خلال لابوراتوري او ايميجنج. لابوراتوري طبعا بشوف الثاير جلوبال ليفل والانتي ثاير جلوبال انتي بادي والتي اس اتش. يمكن الثاير جلوبال لان هو ده بايو ماركر للريزيدوال ثايرويد تيشو، يعني هو لو في عندك ثايرويد تيشو هتطلع ثاير جلوبال، فلو عندك اي ريزيدوال ثايرويد تيشو بوست اوبرتيفلي هتطلع ثاير جلوبال. طب ايه اهميه الانتي ثاير جلوبال انتي بادي؟ انه ساعات لو الشخص ده عنده انتي ثاير جلوبال انتي بادي ممكن يبقى الانتي ثايرويد جلوبال انتي بادي عالي والثايرويد جلوبال ليفل قليل، لانه البروتين نفسه ده عباره عن بروتين، فانت لو في عندك ديتكتنج انتي بادي ممكن هي تبقى تستعيد بيها التعبير عن الثايرويد جلوبال نفسه، لانه لو حد عنده ثايرويد جلوبال انتي بادي هيبقى الليفل اوف ديتكشن اوف ثايرويد جلوبال لو حتى لو هو عنده ريزيدوال ثايرويد تيشو. ومهم جدا جدا ما تكتفيش بالثايرويد جلوبال، عشان بلاقي ناس بتطلب فول اب الثايرويد جلوبال بس، لا لازم لو تطلب ثايرويد جلوبال تطلب ثايرويد جلوبال وتطلب معاه كمان انتي ثايرويد جلوبال انتي بادي. الحاجات الثانيه كمان مهمه هو التي اس اتش، علشان خاطر هدفين. اول حاجه خالص تشوف الشخص دوت انت عامل له تي اس اتش سبريشن كويس ولا لا بالتارجت انت عايزه ولا لا، يمكن ده اهم حاجه عندنا في التريتمنت. الحاجه الثانيه عشان خاطر لو العين دوت هيعمل ريديو اكتيف ايدين مهم جدا انك تكون نخلي التي اس اتش ليفل بتاعه عالي بيفور ريدي اكتف ادام، عشان تضمن انه الثايرويد جلاند لو في عندك ثايرويد جلاند موجوده لسه او ريزيدوال ثايرويد تشو يقدر ياخد ريدي اكتف ادام بشكل كافي. فده اللابوراتوري فول اب. الايمجنج اللي بتستخدمه يعني رقم واحد في الايمجنج في فول اب هو انك تطلب عندها تكنيك التراساوند، لكن في بعض الاحيان طبعا في بعض الاحيان ممكن تطلب سي تي او ام ار اي او بيت سي تي، لكن الروتيني في الفول اب هو الالترا ساوند. لو العيان دوت ريسنتلي بوست اوبرتيفلي هتطلب الراديو اكتف ايدين عشان خاطر تشوف هل في عندك ريزيدوال تيشو ولا لا، وتحدد بناء عليه الدوز بتاعت الراديو اكتف ايدين ابليشن اللي اداله. وفي بعض الاحيان زي ما هتشوف كده كمان شويه لو حد عنده بقى تحول الراديو اكتف ايدين ريفراكتوري ميتاستاز او ريزيدوال، يبقى ساعتها لا هنحتاج اذر تايبس اوف ايميجنج زي السي تي او البيت سي تي. يبقى ده التريتمنت لاينز والفولو اب لاينز. طيب تعال نتكلم عن الجراحه وايه هي السيرجيكال اوبشنز اللي موجوده. اول حاجه ممكن نعمل لوبكتومي، يعني اشيل نص البلاند بس، وده لو التيومر صغير اقل من 1 سنتي، او اعمل توتال ثايرويدكتومي. توتال ثايرويدكتومي يعني تشيل البوث جلاندز او البوث جلاندز بلس الاسمس، وده لو التيومر كبير اكتر من 4 سنتي او لو في عندك اكسترا ثايرويد اكستنشن. الاوبشن الثالث انك تعمل توتال ثيرابيكتومي مع لينف نود دايسكشن، وده لو حد عنده لينف نود انفولفمنت. عشان كده زي ما قلت لكم مهم جدا في الورك اب بتاعنا لو في عندك سسبكتد لينف نود انك تاخد لها كمان او تاخد منها فاين نيدل اسبريت، لانها لو بوزيتيف هتعمل عين دوت توتال ثايرويد او توتال نيك دايسكشن. طب هل في رول فور ادجفنت ريديو ثيرابي في الناس اللي عندهم ديفرنشيت ثيرابي كانسر؟ اكشوالي لا، يعني الريديو اكتف ثيرابي الديفرنشيت ثيرابي كانسر مينلي الادجفنت تريتمنت هتبقى عباره عن هرمون سبريشن وريديو اكتف ايدين بلس اور ماينس ريديو اكتف ايدين، لكن الريديو ثيرابي دوره محدود. امتى ممكن يتاخد؟ لو عندك ماكروسكوبيك انريسكتبل تيومر او لو عندك بوزيتيف مارجن والشخص دوت مش متاح ليه ريديو اكتف ايدين او مش مستجيب للريديو اكتف ايدين، او ساعتها ادي ريديو ثيرابي. ف
فزي ما تقول دور الراديوثيرابي في ديفرنشيتد ثيرد كانسر محدود. هو هيبقى ليه دور بعد كده في المدرج ثيرد كانسر، وهيبقى ليه دور في الانابلاستيك ثيرد كانسر، لكن في الديفرنشيتد ثيرد كانسر زي ما قلت لكم التريتمنت موداليتيز مينلي هو الجراحه بلس تي اس اتش تابشن بلس او ماينس راديو اكتيف ايدين ابديشن زي ما هنشوف كمان شويه. طيب انا بناء على ايه بقرر عن دوت هيحتاج تي اس اتش سبريشن عامل ازاي وريديو اكتيف ايدين ولا لا؟ بناء على السلايد دي، ويمكن دي انا مش كتبها كتاب قديم بس هي واحده من السلايدز مهمه جدا، وهو الريسك ستراتيفيكيشن اللي بتحدد بيه بعد كده الادجفنت تريتمنت. يعني ما بعد الجراحه هل الشخص ده هيحتاج ريديو اكتيف ايدين ابليشن ولا لا؟ والجرعه بتاعته قد ايه؟ طب هل هيحتاج تي اس اتش سبريشن بي ويتش ليفل؟ بيعتمد على ايه؟ على الريسك ستراتيفيكيشن. الريسك سيرتيفيكيشن طبعا في عندنا هنا ده الصوره دي او التيبل ده واخدينه من كذا اسوسيشن اللي هي الامريكان ثايرويد اسوسيشن والبريتش ثايرويد اسوسيشن. الاثنين اجمعوا ان احنا هنحط كريتيريا بناء عليها نبدا نعمل ريسك سيرتيفيكيشن للثايرويد ديفرنشيتد ثايرويد كانسر نفسهم الى لو ريسك انترميديت ريسك وهاي ريسك. طيب بناء على ايه؟ بناء على رقم واحد السايز اوف ذا تيوب. يعني لو التيومر صغير اللي هو T2 يعني اقل من 4 سنتي ومفيش عندك اكسترا ثايرويد انفولفمنت ومفيش عندك الهيمف نود انفولفمنت، ساعتها العيان دوت هيبقى لو ريسك. ايفن اف ان الشخص ده كان عنده R1 ريسكشن، يعني عندك سام ريزيدوالز، يبقى حتى لو اتساب سام ريزيدوال يبقى لو هو T2 N0 M0 يعني تيومر اقل من 4 سنتي اقل من 4 سنتي وجوه الثايرويد مفيش عندك اكسترا ثايرويد انفولفمنت مفيش عندك ليمف نود انفولفمنت وحتى لو في سام ريزيدوال تيشو او بوست اوبراتيفلي يبقى ساعتها ده اسمه لو ريسك. طيب الميدل ريسك لو عندك الليمف نود انفولفمنت في السنترال نيك او لو حصل اكسترا ثايرويد انفولفمنت اللي هي T3 زي ما شفنا كده في تي ان ام ستيجنج كانت ايه؟ كانت ثايرويد انفولفمنت ولكن مينيمال اكسترا ثايرويد انفولفمنت كانت اكتر من 4 سنتي ومينيمال اكسترا ثايرويد انفولفمنت. تمام، يبقى ساعتها ده اسمه ميدل ريسك. الهاي ريسك بقى هي T4 يعني لو حصل جروس اكسترا ثايرويد انفولفمنت او لو عندك ديستنت ميتاستاسيس او لو عندك R2 يعني ايه؟ يعني ماكروسكوبيك ريزيدوال. R0 مفيش ريزيدوال، R1 مايكروسكوبيك ريزيدوال، R2 ماكروسكوبيك ريزيدوال. يبقى لو عندك ماكروسكوبيك ريزيدوال يبقى ده هاي ريسك. يبقى تاني الريسك سيرتيفيكيشن بيعتمد على الستيجنج، يبقى لو هي T2 تيومر اقل من 4 سم و N0 M0 تبقى لو ريسك. طب التيومر كان T3 يعني في عندك اكتر من 4 سم ومينيمال اكستنشن يبقى انترميديت ريسك. طيب لو هو T4 او عندك عندك M1 او R2 يبقى هاي ريسك. تمام، وده الكلام بتاعه البريتش ثايرويد اسوسيشن بيجمع نفس الكلام اللي احنا قلنا ده الديفايننج اوف لو ريسك والديفايننج اوف انترميديت ريسك والديفايننج بتاع الهاي ريسك تيومز. طيب زي ما قلت لكم ان مهم جدا ابقى عارف الريسك سيرتيفيكيشن ان هو ده اللي هيعتمد عليه الادجفنت تريتمنت في حالات اللوكالايز ثايرويد كانسر. الادجفنت تريتمنت هم حاجتين، التي اس اتش سبريشن والريديو اكتيف ايدين ابليشن. ايه فكره التي اس اتش سبريشن؟ التي اس اتش سبريشن لقوه ان هو بيقلل المورتاليتي في الناس اللي عندهم ستيج 2 تو 4 ثايرويد كانسر باي 15%. لو الشخص ده كان لو ريسك بيشنت يعني تيومر اقل من 4 سم مهم جدا انك تعمل تي اس اتش سبريشن ويكون التارجت تي اس اتش بتاعك ما بين نص الى 2 يونت بير لتر. يعني انا بمشي العيان دوت على ثايروكسين الا ثايروكسين بس اوبراتيفلي بدوس من 50 ل 100. الهدف بتاع بعد كده في المتابعه لو هو لو ريسك كان تيومر بتاعه اقل من 4 سم ان يكون التي اس اتش ليفل بتاعه اقل من 2 او ما بين 2 ونص، ما بين النص والاثنين يعني. يعني لو جايب تي اس اتش 3 خلي بالك تي اس اتش 3 ده نورمال، لا انا مش عايزه 3 عايزه اقل من 2. هو النورمال تي اس اتش ما بين 2 ل 5 فانت عايزه اقل من 2 اوكي، وفي نفس الوقت تبقى مش لازم شديد قوي يعني يبقى بين النص والاثنين. طب لو انترميديت ريسك يعني كان تي 3 يعني تيومر اقل اكتر من 4 سم مهم جدا ان يكون التارجت بتاعك في تي اس اتش سبشن ما بين 0.1 لنص. اما لو هاي ريسك يعني كان عندك تي 4 الديزيز اكسترا ثايرويد او لو عندك ميتاستاسيس يبقى مهم جدا جدا ان التي اس اتش بتاع العين دوت التارجت يكون less than 0.1.
يبقى اذا التارجتس بتاعت تي اس اتش بتعتمد على الريسك اوف ذا ديزيز نفسه. يبقى لو لو ريسك يبقى تي اس اتش بتاعي ما بين نص الاثنين، لو انترميدي ريسك يبقى بين 0.1 لنص، لو هاي ريسك هيبقى اقل من 0.1. الكلام ده مهم جدا جدا وللاسف مش هتلاقوه في كل الكتب، يعني يعني للاسف الاونكولوجي بورد ريفيو في الجزء بتاع الثيرد كانسر كاتبها وحش قوي، عشان كده يعني يمكن الكلام ده برده مش هتلاقوه برده في الناس ان مش موجوده بالديفينت بالشكل ده. يمكن اللي كاتبه كويس في الثيرد كانسر الاسم جايدلاينز، يعني هتلاقيه الى حد ما موضح شويه الاجزاء دي. اوكي، فده التارجت تي اس اتش في الثيرد كانسر بيزد اون ريسك ستراتيفيكيشن. طيب ماذا عن الريديو اكتف ايدين ابليشن؟ وده واحد من الادجمنت تريتمنت. برضه الريديو اكتف ايدين بيعتمد على الريسك بتاع البيشنت نفسه. الريسك بتاع البيشنت اللي هو لو ريسك يبقى الشخص ده ممكن ما تديلوش ريديو اكتف ايدين، ولو هتدي له ريديو اكتف ايدين اديها له بدوز قليله اباوت 30 ملي او مايكرو كيوري. اوكي، لو هو انترميديت ريسك يعني بي 3 يبقى هيحتاج ريدي اكتف ايدين بلو دوز ما بين 30 الى 100 مايكرو كيوري وملي كيوري، ولو هاي ريسك هيحتاج ريدي اكتف ايدين ابليشن بدوز عاليه اكتر من 100 مايكرو كيوري. طبعا اللي بيحدد الدوز بتاعت ريدي اكتف ايدين بيبقى دكتور نيوكلير ميديسن، اكيد تبقى عارف انه لو لو ريسك ممكن ما ياخدش خالص ريدي اكتف ايدين، او لو هياخد ياخد بدوز قليل، لو انترميديت ريسك يبقى لازم هيحتاج ريدي اكتف ايدين بدوز مش عاليه قوي من 30 ل 100 ملي كيوري، ولو هو هاي ريسك يبقى يحتاج ريدي اكتف ايدين بدوز عاليه اكتر من 100 مايكرو كيوري، وغالبا بتبقى على مور ذان وان سيشن. يبقى اذا الادجمنت تريتمنت بيعتمد على الريسك ستريفيكيشن. تاني زي ما قلت الجزء ده مهم جدا جدا وللاسف مش هتلاقوه بنفس التوضيح ده في الكتب اللي موجوده، يعني فعشان كده بس يعني تحاول تستدي وتذاكرها بنفس الطريقه اللي انا بقولها لكم دي كده. يبقى تجميع بقى الادجمنت اوبشنز لحد عنده كلاي سيريك كانسر، يبقى لو لو ريسك اللي هو تيومر اقل من 4 سم ومش عنده ليمفود انفولفمنت او ديستنت تستس، هتدي العيان ده وتري دي اكتف ايدين بجرعه قليله اقل من 30، او ممكن ما تدوش خالص ري دي اكتف ايدين، كان اوميت ري دي اكتف ايدين او ري دي اكتف ايدين نوت ريكومندد بالذات لو اقل من 1 سم، ولو هتديه تديه بجرعه صغيره حوالي 30 ملي كيوري، والتارجت تي اس اتش بتاعك يبقى بين 0.5 الى 2. طيب لو هو انترميديت ريسك يعني تيومر اكتر من 4 سم او في عندك سنترال انفلوينت انفولفمنت ومش عندك ديستانت ميتاسيس، ساعتها تدري تاج تبقى داين بجرعه من 30 ل 100 ملي كيوري، والتارجت اس اتش بتاعك يبقى بين 0.1 ل 0.5 ملي يونت. ولو هاي ريسك يعني عنده اكسترا ثايرويد انفولفمنت او عنده ديستانت ميتاسيس، ساعتها لازم تدري دي اكتف داين بجرعه عاليه 100 ملي كيوري، و بيتكلم بالتاكد على مور ذان 1 سيشن زي ما قلت لكم، والتارجت اس بتاعنا بقى ليس ذان 0.1. طيب يبقى اتكلم دلوقتي عن لوكاليز ثيرابي كانسر، ايه هي اللاينز فور تريتمنت، وايه هي شويه تريكات عن الجراحه عامله ازاي، تايبس اوف سيرجري، وايه هو الادجمنت تريتمنت بناء على الريسك ستريفيكيشن. اتكلم شويه الكلام بقى عن الريديو اكتف ايدين ابليشن نفسه، خلاص عباره عن ايه وبيتاخد ازاي. تمام، الريديو اكتف ايدين انت بتديه ما بعد الجراحه. طيب ما بعد ويتش تايب اوف سيرجري، ما بعد حد عمل لوبكتومي ولا ما بعد ايه بالظبط؟ لا لازم يكون عامل توتال ثايرويدكتومي، لان هو الهدف من الريدي اكتف ايدين ابليشن انك تعمل تابليت اني ريزيدوال ثايرويد تيشو. فلو حد عنده اصلا نص جلاند موجوده، ايه قيمه انك تديله الريدي اكتف ايدين؟ ملوش اي معنى. يبقى قيمه الريدي اكتف ايدين هتديه في الناس اللي هم عندهم زي ما قلت لكم انترميديت تو هاي ريسك، ويكون الشخص ده عامل توتال ثايرويدكتومي. طب الهدف منه ايه؟ الهدف منه انك تو اليمينيت النورمال ثايرويد ريمينانت، يعني لو حد عنده اي ريزيدوال ثايرويد تيشو موجود تعمل له ابليشن خالص، وبالتالي تقدر تسهل عمليه الفول اب. يعني لما تيجي تعمل فول اب بعد كده لو لقيت الثايروجلوبين بدا يزيد، يبقى اكيد دوت من نيو ثايرويد جلاند اتكونت جديده، يبقى نيو كانسر اتكون جديد. تمام، الحاجه الثانيه او الهدف الثاني من اهداف الفيديو اكتف ايدين ابليشن انك تيراديت اي نيو بلاستيك سيلز موجوده لسه، او اي ريمننت تيشو موجود، اي ريمننت ثايرويد تيشو موجود. الحاجه الثالثه انك الهدف منها تو تريت بيرسيستنت اور ريكيرنت ديزيز، يعني لو الشخص ده لسه عنده بعد الجراحه لسه سته لسه عنده ستيل ريزيدوال ثايرويد تيشو او ثايرويد كانسر، او لو العين كان خف وبعد كده حصل له ريكيرنس اوف ثايرويد كانسر، يو كان يوز ريديو اكتف ايدين ابليشن. يبقى دي اهداف الريديو اكتف ايدين ابليشن،
يبقى انك تإليمينيت النورمال ثايرويد تيشو وتإليمينيت الابنورمال ثايرويد تيشو الموجود، وكمان انك تو تريت الريكارنس اوف ذا ديزيز. طيب بيتاخد ازاي بقى؟ بيتاخد زي ما قلت لكم بعد ما يكون عندي عامل توتال ثايرويدكتومي. مهم جدا جدا قبل ما تدي العيان ده وتريد اكتب ادين ابليشن انك تكون عامل له حاجه اسمها تي اس اتش ستيميليشن. يعني ايه تي اس اتش ستيميليشن؟ يعني تعطش الجلاند. هو الايودين ده زي ما قلت لكم نورمال ثايرويد جلاند بتاعك بتحب الايودين. طيب انت عشان خاطر تخليها تاخد الراديو اكتف ايودين دوت، مهم جدا جدا انك تخلي الجلاند نفسها متعطشه للراديو اكتف ايودين. ازاي؟ انك تخلي دايما دايما التي اس اتش بتاعك عالي جدا جدا جدا، معنى ان الجلاند عايزه تاخد اي ايودين، فتحرمها من الايودين فتره طويله، تحرمها من التي اس اتش فتره طويله. وده بيتم من خلال اما تعمل ويذدرول للليفوثيروكسين العين دوت 4 إلى 5 أسابيع ما قبل الراديو اكتف ايودين ابليشن، او عشان خاطر الهدف تو اتشيف التي اس اتش ليفل يكون اكتر من 30. زي ما انتم عارفين التي اس اتش نورمال بيبقى بين 3 لغايه 5. لا، انت الشخص ده مش هتديله خالص ليفوثيروكسين، ود 4 أسابيع من الراديو اكتف ايودين عشان توصل التي اس اتش بتاعه الى 30. طيب في تكنيك تانية، ويمكن دي بس مش مشتاش تعمل في مصر قوي، انك بتديله ريكومبيننت تي اس اتش. طب انت عايز تعطش الجلاند دوت؟ لا، انا هديله تي اس اتش من بره، هرمون من بره يعمل سبريشن او يعطش او يعمل ستيميليشن، هو ثايرويد ستيميليت هرمون، فيستيميليت الجلاند عشان خاطر تبقى متحفزه للايودين اللي هيجي لها. اوكي، وده بيتاخد على انجكشن. تو انجكشنز بيتاخدوا 0.9 ملي جرام من الريديو اكتف ايودين على مدار يعني قبل الريديو اكتف ايودين وثلاث ايام قبل الريديو اكتف ايودين، يعني بتديها على مدار على مرتين على تو دوز. اوكي، طيب زي ما قلت لكم الريديو اكتف ايودين بقى نفسه انت بتستخدم الريديو اكتف ايودين اللي هو رقم 131، بدي وول بادي سكان ما بعد الريديو اكتف ايودين ابليشن. يعني بدي جرعه وبعد كده اعمل وول بادي سكان. الهدف من الوول بادي سكان دوت عشان اشوف بقى هل في عندي اي ستراكشر ريزيدوال تيشو ولا لا، اللي بناء عليه ممكن كمان احدد هل عندي محتاج فيرذر سيشنز ولا لا. يبقى انا بدي ثيرابيوتيك دوز فولو باي ان انا اصور الجلاند نفسها، يعني بدي ريديو اكتف ايودين ابليشن دوز وبعد كده اصوره بريديو نيوكلايد بادي سكان عشان خاطر تشوف هل في عندك اي ريزيدوال تيشو ولا لا. يمكن ده اسمه جايد لاينز اهيت المانجمنت اوف ثايرويد ديفرنشيت ثايرويد كانسر. زي ما احنا شايفين لو العيان دوت لو ريسك، لو ريسك يعني كان اقل من 4 سنتي، لو تي 1 اللي هي اقل من 2 سنتي خالص ممكن ما تديش ريدي اكتف ايودين. طيب لو هو اقل يعني ما بين 2 ل 4 سنتي هتدي، لو هتدي ريدي اكتف ايودين زي ما انتم شايفين كده از اوبشنال، ولو هتديه يبقى 30 مايكرو كوري بالاضافه الى التي اس اتش سبريشن زي ما قلنا يبقى ما بين ال 0.5 و 2. لو انترميديت ريسك تاني، يعني انترميديت ريسك يعني تي 3 يعني في عندك تيومر اكتر من 4 سنتي ومينيمال انفيجن بره البلانت، ساعتها تدي راديو اكتف ايودين بجرعه من 30 الى 100 مايكرو كوري والتي اس اتش يبقى بين 0.1 ل 0.5. الهاي ريسك اللي هو لو عندك ديستانت ميتاستس او عندك تي 4 يعني حصل جروس اكستنشن بره الجلاند، ساعتها هتدي ريديو اكتف ايودين اكتر من 100 مايكرو كيوري والريديو والتي اس اتش تبشن الاقل من 0.1. طيب ده التريتمنت اوف لوكالايزد ديفرنشيتد ثايرويد كانسر. طيب ماذا لو حصل بقى ريزيدوال او ريكيرنت ثايرويد ديزيز؟ قبل اتكلم عن الريزيدوال او الريكيرنت بحضر ريكيرنت ديفرنشيتد ثايرويد كانسر ما بعد الجراحه، يعني اتكلم عن الهاو تو فول اب. انا قلت لكم قبل كده الفول اب بتاعنا كان لابوراتوري وايمجينج. لابوراتوري بنشوف الثيروجلوبولين خلاص، وبشوف كمان معاه الانتي ثيروجلوبولين انتي بادي. طب هو ايه الثيروجلوبولين دوت؟ الثيروجلوبولين دوت ان ده ماركر للثايرويد جلاند نفسها، الثيروسايت الفولكل نفسها، الخليه بتاعت الفولكل اللي بتطلع ثايرويد هرمون، هي هو البروتين ده اللي هو اسمه الثيروجلوبولين. فلو عندك ريزيدوال او عندك اني ثايرويد تيشو نورمال او اب نورمال هيطلع ثايروجلوبولين. خلاص المفروض انت بعد العمليه بتابليت كل النورمال ثايرويد تيشوز، بتابليت كل اب نورمال ثايرويد تيشوز. فلو لقيت ثايروجلوبولين جديد في الفول اب يبقى ده معناه ان انت عندك نورمال او نيو كانسر سيلز اتكونت. تمام، النورمال ثايروجلوبولين يبقى اقل من 1 ليس ذان 1 نانو جرام بير ميلي. خلاص لو بدا يزيد عن كده يبقى ده معناه ان عندك ريكيرنس اوف ذا ديزيز. مهم جدا جدا زي ما انتم شايفين انكريزنج في الثايروجلوبولين
او ثيروجلوبين انتيبادي دايما وانت بتعمل تيستينج ما تكتفيش بالثيروجلوبين بس، قيس الثيروجلوبين والثيروجلوبين انتيبادي، لان في بعض الاحيان الشخص ده عنده انتيبادي للثيروجلوبين وبالتالي يبقى الثيروجلوبين بتاعه لو، لكن الثيروجلوبين انتيبادي عالي، يبقى ساعتها اي انكريز في الثيروجلوبين او اي انكريز في الثيروجلوبين انتيبادي above the normal level يبقى ده معناه ان عندك persistent disease او recurrent disease. ده بالنسبه لللاب بايوماركر او اللاب فولو اب ما بعد عمليه جراحه او الادجمنت تريتمنت ديفرنشيال ثيرابي كانسر. طب بالنسبه للايمجنج، الايمجنج زي ما قلت لكم الستاندرد اوف كير لكل حاله ديفرنشيال ثيرابي كانسر انك تعملهم نيك الترا ساوند فور فولو اب، تمام؟ كمان بتعمل ثايرويد سكان هو راديو ثايرويد سكان، وده سبيشالي طبعا في ما بعد ما تبدا عامل الراديو اكتف ايلاين ابليشن عشان خاطر تشوف هل في عندك اي ريزيدوال ثايرويد تيشو ولا لا. فهو ده كان بي كاريد اوت فور دايجنوستيك او ثيرابيوتيك دوز افتر الابليشن نفسه، والسنسيتيفيتي بتاعته بتبقى ما بين 27% الى 50%. زي ما شايفين السنسيتيفيتي بتاعته مش عاليه قوي، لانه في بعض الاحيان زي ما نشوف ممكن يبقى الثايرويد تيشو نفسه يبقى ريديو اكتف ايلاين ريفراكتوري، فساعتها بستعيد بأذر تكنيكس زي سي تي او بيت سي تي. فالبيت سي تي سبيشالي بيبقى ليه هاير سنسيتيفيتي بالذات في الناس اللي هنتكلم عنهم كمان شويه كده اللي بيحصل لهم حاجه اسمها ريديو اكتف ايلاين ريفراكتورنس، يعني الثيرد جلاند هي ديفرنشيت ثيرد كانسر ولكنه بقى خلاص لا يستجيب للريديو اكتف ايلاين. في هذه الاحيان هتلاقي الثيروجلوبين ليفل بتاعك عالي، تيجي تعمل له ثايرويد سكان تلاقيه نورمال، ابدا افكر ان الشخص ده ممكن يحصل له حاجه اسمها ريديو اكتف ايلاين ريفراكتورنس، وساعتها البيست ايمجنج ستادي نعمله بيت سي تي. اوكي اجين في اول بيشنتس اللي عندهم ديفرنشيت ثيرابي كانسر هيحصل لهم بعد العمليه ان لازم فول اب لاب في ثيروجلوبين انتيبادي وايمجنج الترا ساوند وتعمل لهم ثايرويد اي سكان، تمام؟ السبسيكوينت فول اب بتاعك هيعتمد على برضو مره تانية على الريسك ستراتيفيكيشن بتاعك، بمعنى لو العيان ده لو ريسك المونيتورنج بتاعه هيبقى مره كل سنه وممكن حتى كل سنتين من خلال نيك الترا ساوند وثيروجلوبين وثيروجلوبين انتيبادي. لو هو انترميديت ريسك الفول اب بتاعك هيبقى مرتين في السنه كل 6 شهور برضو من خلال الثيروجلوبين وثيروجلوبين انتيبادي والنيك الترا ساوند. لو العيان ده كان هاي ريسك يعني زي ما قلت لكم في ديستنت ميتاستاسيس او في عندك جروس اكستنشن يبقى ساعتها الفول اب بتاعك هيبقى كل 3 شهور ثيروجلوبين وثيروجلوبين انتيبادي والنيك الترا ساوند، وكمان ممكن تحط في معاه فيرذر ايمجينج زي سي تي او بيت سي تي. يبقى الفول اب لاب وايمجينج بيعتمد برضه مره ثانيه على الريسك ستراتيجيشن بتاعك. يبقى كده اتكلمنا عن ده السلايد دي بتاعت الفول اب بتاعت عين الناس عندهم في جيت كانسر. زي ما قلت لكم بقى مش هعيد الكلام ثاني. يبقى كده اتكلمنا عن ديفرنشيت ثيرابي كانسر او لوكالايز ديفرنشيت ثيرابي كانسر، اتكلمنا عن التريتمنت اوبشنز الجراحه والريدي اكتف ايدين والتي اس اتش تابيشن، وعرفنا ازاي بنحط الحاجات دي بيزد اون ريسك ستراتيفيكيشن بتاعنا. اللو ريسك بعمل لهم ايه او الادجمنت تريتمنت بيبقى ايه، والانترميديت ريسك الادجمنت تريتمنت بيبقى ايه، والهاي ريسك الادجمنت تريتمنت بيبقى ايه، وازاي بعمل لهم فلو اب. بعد كده اتكلم عن انذر سيناريو وهو لو حد حصل له لوكال ريكرنس افتر سيرجري، حد عنده ديفرنشيت ثيرابي كانسر وحصل له لوكال ريكرنس او بقى عندك ميتاستاتيك ديفرنشيت ثيرابي كانسر. ده السيناريو الثاني هاو تو مانج لوكال ريكرنس اند ميتاستاتيك ديفرنشيت ثيرابي كانسر. اولا احنا بنقسم الناس اللي عندهم ريكرنت او ميتاستاتيك ديفرنشيت ثيرابي كانسر الى تو كاتيجوريز، حاجه اسمها ريدي اكتف ايدين اي في ديزيز وريدي اكتف ايدين ريفراكتوري ديزيز. يعني ايه ريدي اكتف ايدين اي في ديزيز؟ يعني الجلاند عندها لسه شراهه انها تاخد ايدين، والعينين دول هيستجيبوا من ريدي اكتف ايدين ابليشن. طيب ريدي اكتف ايدين ريفراكتوري او ريفراكتوري ديزيز معناها ان الجلاند خلاص ما بقتش عندها الريسبتورز انها تاخد ايدين، وبالتالي مش هيستجيب من ريدي اكتف ايدين ابليشن. يبقى اذا الريكرنت اند ميتاستاتيك ديزيز مهم جدا ديفرنشيت بين هل ده ريدي اكتف ايدين ريفراكتوري ولا ريدي اكتف ايدين ايفيد ديزيز. لو ريدي اكتف ايدين ايفيد ديزيز ساعتها هيبقى الفيرست لاين اوف تريتمنت انك تعمل جراحه، بالذات لو ريسبتبل. يعني لو ريكرنت او ميتاستاتيك وريسبتبل اول حاجه تعملها جراحه فولو باي ريديو اكتف ابليشن. يبقى اذا جراحه فولو باي ريديو اكتف ابليشن. طب لو هو كان ان ريسبتبل يعني ميتاستاتيك ديزيز
او ريكارنت ديزيز في مكان ما تقدرش تعمله جراحه ثانيه. خلاص طالما هي ريدي اكتف ايدين اي في تبقى ساعتها تدي ريدي اكتف ايدين ابليشن، وريدي اكتف ايدين ابليشن ده تدي له بقى تكرر بقى طبعا مع دكتور النيوكلير ميديسن، يدي له سيشن كل 6 شهور لغايه لما الديزيز يختفي تماما. اوكي مهم تاني العين دول تو كونتينيو يوم التي اس اتش سبريشن زي الهاي ريسك بيشنت، يعني التي اس اتش بتاعك يبقى ميزان ايه 0.1 تمام، ده في حالات ريدي اكتف ايدين اي في ديزيز. طيب ماذا لو كان بقى على النقيض ريدي اكتف ايدين ريفراكتوري ديزيز؟ اولا هاو تو ديفاين ريدي اكتف ايدين ريفراكتوريز، يعني ايه اللي يخليك تقول خلاص انا عندي بقى ريدي اكتف ايدين ريفراكتوري؟ حاجه من ثلاثه، اولا لو انت عندك تارجت ليجن وذاوت ايدين ابتيك، يعني ايه الكلام دوت؟ يعني عندك عملت له سي تي او عملت له بيت سي تي او عملت له الترا ساوند وانت عندك ريزيدوال ثايرويد تيشو وجيت تعمل له ثايرويد سكان لقيته مش واخد صبغه في الثايرويد سكان، مش واخد ايدين في الثايرويد سكان. هاويفر انه في الايمج في السي تي في البي سي تي في عندك ريزيد وثايرويد تيشو، ساعتها ده اسمه ايه؟ ريدي اكتف ايدين ريفراكتوري ديزيز، يبقى عندك تارجت ليجن وداوت ايدين ابتيك. او لو حد حصل له بروجريشن وهو انت بتدي ريدي اكتف ايدين ابليشن، يعني انت ماشي مع دكتور النيوكلير ميديسن وعمال يدي ريدي اكتف ايدين دوزز وبالرغم من كده لقيت ان التيومر بتاعه بيبروجريس، يبقى خلاص يبقى عندي دخل في ريدي اكتف ايدين ريفراكتوري. الاحتمال الثالث لو عيان كمل كميرتيف دوز من ريديو اكتف ايدين ابليشن اكتر من 600 مايكروكوري، يعني عيان بياخد ريديو اكتف ايدين وعدى 600 مايكروكوري يبقى ده على طول باي ديفينيشن يعتبر ريديو اكتف ايدين او ابليشن ريفراكتوري ديزيز. يبقى اذا ريديو اكتف ايدين ريفراكتوري ديزيز ديفايند باي حاجه من ثلاثه، اولا لو عندك تارجت ليجن مش واخده صبغه بالثايرويد سكان، او لو بيبروجريس وهو ماشي على ريدي اكتف ايدين ابليشن، او لو عدى كميتيف دوز من ريدي اكتف ايدين مش عارف من 600. طب ايه التريتمنت اوبشنز بتاعتك بقى؟ التريتمنت اوبشنز بتاعتك لو العيان ده ريدي اكتف ايدين ريفراكتوريس، اجين لو هو سيرجيكالي اوبرابل يعني كان بي ريسكتد يبقى تتدخله على طول في الجراحه، يبقى لو ريسكتبل يدخل الجراحه وتشيل هذا التيومر. طب لو اير ريسكتبل هل ينفع تدير ريدي اكتف ايدين ابليشن؟ لا هو خلاص بقى ريفراكتور ريدي اكتف ايدين ابليشن، ساعتها هتعمل ايه؟ هادي تارجت ثيرابي. ايه التارجت ثيرابي بقى في حالات الديفرنشيت ثيرابي كانسر اللي هي ريدي اكتف ايدين ريفراكتوري ديزيز؟ رقم واحد تايوزين كانز انهبيتورز زي السورافينيب او الانفاتينيب، وده مهم قوي عشان تفرق ما بينهم بقى وبين الاذر تارجت ايجنتس بتاعت المدرس ثيرابي كانسر. يبقى السورافينيب والانفاتينيب بديهم في حالات ايه؟ في حالات الديفرنشيت ثيرابي كانسر ريكارنت او ميتستاتيك وريديو اكتف ايدين ابليشن ريفراكتوري. تمام الحاجه الثانيه لو هم عندهم ريد فيوجن جين ممكن اديلهم ريد تارجت ثيرابي اللي هم السيربركاتينيب والبارالاسيتينيب الانتي ريد. لو عندهم ريد فيوجن جين ميتيشن ممكن اديلهم سيربركاتينيب او بارالاسيتينيب دول الانتي ريد، يبقى كان بنفيت فروم ريد تارجت ثيرابي. يبقى اما دي تي كي اي زي السورافينيب او النيفاتينيب او ادي ريد تارجت ثيرابي لو عندهم اوريدي ريد فيوجن جين بوزيتيف، دي مش نسبه عاليه قوي في حالات ديفرنشيال ثيرابي كانسر حوالي 10 او 15% تقريبا. اوكي واجين يو هاف تو كونتينيو اون تي اس اتش سبريشن، يعني العيان دول برضو تعاملوا معامله الهاي ريسك، تمشيهم على ليفثايروكسين بجرعات عاليه قوي تخلي التارجت تي اس اتش بتاعك بالزان 0.1. كده انا خلصنا كلامنا عن الديفرنشيال ثيرابي كانسر. يبقى تو سام اب مانجمنت اوف ديفرنشيال ثيرابي كانسر عندك سيناريو اثنين، يا اما يجيلك بلوكالايز ديز يا اما يجيلك بلوكال ريكانت او ميتستاتيك ديز. لو لوكالايز ديز يبقى رقم واحد جراحه، وبعد الجراحه بعمل ريسك سيرتيفيكيشن اما لو ريسك او انترميديت ريسك او هاي ريسك بيزد اون وات؟ بيزد اون السايز اوف ذا تيومر والليمف نود انفولفمنت والميتاستاسيس. لو لو ريسك يعني اقل من 4 سم هنمشي بعد كده على ادجمنت تريتمنت، هيبقى تي اس اتش سبريشن التارجت بتاعك ما بين نص ل 2، وممكن يو كان سكيب ريدي اكتف ايدين ابليشن سبيشال لو اقل من 1 سم. اما لو من ما بين 1 سم و 4 سم هتدي ريدي اكتف ايدين ابليشن يبقى حوالي 30 مايكرو كيلو. لكن لو انترميديت ريسك يعني تي 3 يعني تيومر اكتر من 4 سم ومينيمال انفيجن، ساعتها همشي بعد كده ادجمنت تريتمنت تي اس اتش سبيشال والتارجت بتاعك يبقى بين 0.1 الى 0.5 من تي اس اتش، بالاضافه الى ريدي اكتف ايدين ابليشن الدوز بتاعتك من 30 الى 100 مايكرو كوري. لو هو هاي ريسك يعني تيومر حصل اكستنشن بره الجلاند او لو عندك ديستانت ميتاستنس، يبقى ساعتها همشي عنده تعالى ريدي اكتف ايدين ابليشن بجرعه عاليه اكتر من 100 مايكرو كوري والتي اس اتش سبشن بتاعك للزون 0.1. ده بالنسبه لي مانجمنت اوف لوكالايزد ديفرنشيتد ثيرابي كانسر. اما لو لوكال ريكارنت او ستاتيك
you have to define at the radioactive iodine avid ولا radioactive iodine refractory. لو radioactive iodine avid يعني بيستجيب radioactive iodine يبقى ساعتها لو resectable جراحه فولو باي radioactive iodine. طب لو irresectable يبقى هدي radioactive iodine وفولو اب التريتمنت بتاعي واكمل كي اس اتش سبشن. لكن لو كان radioactive iodine refractory يعني حاجه من ثلاثه، يعني حصل progression على التريتمنت او خلص كميه الديزلستوميه او هو عنده اوريدي تارجت ليجن وجيت تعمل له الاكتيف ايدين سكان لقيته مش واخد صبغه، يبقى ساعتها اقول اللي عنده اوريدي اكتيف ايدين ريفراكتوري. ساعتها ماجنا ايه هيبقى تارجت ثيرابي بلس تي اس اتش سبريشن. كده خلصت زي ما قلت لكم البالك الثاني من محاضره النهارده، وده كان يمكن اكبر بالك اللي هو تريتمنت اوف ديفرنشيت ثيرابي كانسر، واتمنى تكونوا فاهمينه كويس قوي لانه بيفرق جدا في الكلينيكال براكتس. وزي ما قلت لكم اللي انا بشوفه للاسف للاسف حالات كتير قوي من ثيرابي كانسر بيبقى في عندها بور مانجمنت بوست اوبرتيفلي بسبب فقد التواصل او بسبب ان احنا مش عارفين الجايد لاينز بشكل كويس قوي، فلازم يو هاف تو ستيك تو جايد لاينز والبروبر مانجمنت اوف ديفرنشيتد ثيرابي كانسر. هناخد بريك 5 دقائق، حد عنده سؤال اجاوبه ان شاء الله، بعد كده نرجع نكمل بقى الثلث الاخير من المحاضره هو المانجمنت اوف ميدالري ثيرابي كانسر ومانجمنت اوف انابلاستيك ثيرابي كانسر. نكمل الجزء الاخير في المحاضره النهارده هنتكلم فيه ان شاء الله عن التريتمنت اوف ميدالري ثيرابي كانسر والتريتمنت اوف انابلاستيك ثيرابي كانسر، واخيرا هنتكلم بس في 3 4 سلايدز كده عن التارجت ثيرابي في ثيرابي كانسر. اولا الميدالري ثيرابي كانسر الكلام بتاعها هيبقى اقل شويه. اهم حاجه طبعا اعرف ان الميدالري ثيرابي كانسر هي تعتبر سام سورت اوف نيورو اندوكراين كانسر بيطلع من البارافوليكولار سيل، هي المفروض اصلا مسؤوله عن سكريشن اوف كالسيتونين، وفي اسوسيشن ما بين الميدالري ثيرابي كانسر وما بين المالتيبل اندوكراين ديبليجيا وما بين الريبليكيشن. زي ما احنا فيه كده انه 5% من حالات الاسبوراديك، لكن في حوالي 50% منهم عندهم ريبليكيشن، وال25% التانيين هم انهيريتد ريليتد دي المن او المالتيبل اندوكراين ديبليجيا برضو بيبقى عندهم association بالريبليكيشن سبيشال من 2A ومن 2B. ايه حكايه المن دي؟ هي مالتيبل اندوكراين ديبليزيا، يعني عباره عن مجموعه ديس اوردر بيبقى في عندهم اكتر من افكشن اوف 1 اندوكراين جلاند. في عندنا من 1 وفي عندنا من 2 مقسمه 2A و 2B. من تايب 1 بنسموه مارت اوف 3 بيز، يعني في عندنا افكشن اوف 3 جلاند بيبقى حرف بي، اولا البيتويتري جلاند والباراثايرويد جلاند والبانكرياس. البيتويتري بيبقى عندهم بيتويتري ادينوما، والباراثيرويد عندهم هايبربلاجيا، والبانكرياس عندهم بانكرياتيك نيرو اندوكراين تيومر. المين 2A والمين 2B الاثنين بيشتركوا في حاجتين، عندهم ميدالري ثيرابي كانسر وفي كروموسيتوما. الاثنين مشتركين فيهم ميدالري ثيرابي كانسر اسوسييتد مع في كروموسيتوما، ميدالري ثيرابي كانسر مع في كروموسيتوما. الفرق بين 2A و2B ان 2A بيبقى فيه معاهم كمان باراثيرويد هايبربلاجيا زي المين 1، و2B بيبقى فيه معاهم مارفنايد فيتشرز والميكوزا نيومز. بس ده ملخص المن او المالتيبل اندوكراين نيبليجيا. اهم حاجه بس تبقى عارفين انه زي ما شايفين كده في المن 2A والمن 2B هو ان في عندنا اسوشن بتوين ميدالري ثيرابي كانسر وفي كوموسيتوما، وده مهم جدا جدا زي ما قلت لكم ان بترول اوت حالات في كوموسيتوما قبل ما العيان دوت يبقى يعني تشخصه او تدخله في العمليات عشان يعمل ثيرابي. حاجه مهمه جدا برضو في العيان عندهم من او من مالتيبل اندوكراين نيبليجيا، العيان دول كان بيانديكيتد فور بروفيلاكتيك ثايرويدكتومي. يعني لو شخص عنده تاريخ عائلي بالثايرويد كانسر ولقينا عنده من مالتيبل اندوكراين نيبليزيا يبقى ساعتها وان اوف لاين اوف مانجمنت انك تعمل لهم بروفيلاكتيك ثايرويدكتومي. ده شكل زي ما قلت لكم كات سكشن في ثايرويد جلاند، ده كده الثايرويد فوليكلز، هي دي الجلاند اللي بيطلع منها الديفرنشيت ثايرويد كانسر، وده الكولويد ماتيريال اللي هي بتصنع منها بعد كده التي اس اتش بتاعنا. ما بين الثايرويد فوليكلز هتلاقي مجموعه سيلز كده اسمها بارا فوليكلر سيلز، زي اللي موجوده هنا دي كده وزي اللي موجوده هنا كده، اسمهم البارا فوليكلر سيلز، هي دي اللي بتطلع الكاتستونين ودي اللي بيطلع منها اهي، ده مش منظر البارا فوليكلر سيلز، ودي دي اللي بيطلع منها الثايرويد ميدالري ثايرويد كانسر، ده منظر ميدالري ثايرويد كانسر. طب المانج بتاعنا ايه؟ المانجمنت بتاعنا هنا عبارة عن جراحة و راديوثيرابي مينلي. السيرجيكال موداليتي، طب هل في هنا كلام فور انك تعمل لهم لوبيكتومي او تعمل سابلوبيكتومي او لا؟ الكلام هنا لازم اعمل لهم توتال ثيرابي. يعني اي حد شخص بيدار ثيرابي كانسر
لازم اعمل لهم توتال ثيرويدكتومي واعمل لهم سنترال نيرف دايسكشن، يعني اشيل الليمف نودز سواء كانت انفولفد او نوت انفولفد. يبقى التايب اوف سيرجري في حالات المدرج ثيرويد كانسر هو توتال ثيرويدكتومي وتعمل لهم سنترال نيرف دايسكشن. هل في رول فور ثيرابي؟ لا. هل في رول فور تي اس اتش تربيشن ثيرابي؟ لا. او بدي بس الثيروكسين جاست فور هرمون ريبليسمنت، يعني تخلي التارجت بتاعك عادي خالص ما بين 3 الى 5 من التي اس اتش. مهم جدا قبل الجراحه انك تعمل بري اوبرتيف ورك قبل، انا قلت لكم عليه هنعمل سي اي اي وكالستونين، هنعمل يورين ميتانيفرين اللي هو الفينيل مانديليك اسيد او الميتانيفرين يورين عشان خاطر ترول اوت الفيوكروموسايتوما. ومهم كمان انك تعمل الجينيتك تيستينج فور ريت ميوتيشن عشان خاطر في الحالات الميتاستاتيك اللي كان ماي بينفيت فروم انتي ريت ثيرابي. طيب الفول اب بعد العمليه هتفولو اب ازاي؟ هتفولو اب بتيومر ماركر اللي هم الكالستونين والسي اي اي، ودول بعملهم بعد شهرين الى 3 شهور من العمليه، وبعد كده كل 6 شهور اند ذن انوال. يبقى ده مانجمنت اوف لوكالايز ثيرويد كانسر. يبقى اذا اللوكالايز ميدلري ثيرويد كانسر علاجها الرئيسي هو الجراحه توتال ثيرويدكتومي وتعمل سنترال نيك دايسكشن. مفيش رول فور ريدي اكتيف ايدين، مفيش رول فور تي اس اتش سبريشن، لكن في رول فور تي اس اتش اللي هو هرمون ريبليسمنت ثيرابي العادي خالص. طب لو حتى عنده بقى ريكارنت او ميتاستاتيك ميدلري ثيرويد كانسر، برضو اول سؤال تساله هل ده ريسكتابل ولا لا؟ لو ريسكتابل يمكن انك تعمل له جراحه، ساعتها تدخل وتشيل الديزيز دوت، تشيل الريكارنس دوت. اوكي، بلس اور ماينس انك ممكن تدي في هذه الحاله ريديو ثيرابي. قلت لكم انه في رول فور ريديو ثيرابي في حالات الميدلري ثيرويد كانسر، في حالات الانابلاستيك استبنا بيم ريديو ثيرابي، وفي دور محدود جدا جدا في حالات الديفرنشيتد ثيرابي. طيب لو هو بقى كان الديزيز ريسكتابل ولو فوليوم، يعني مجرد بس حاجات صغيره خالص، يو كان يعني عندك التشويس انك جاست تعمله فول اب. لكن لو عندك هاي فوليوم او الديزيز كان ميتاستاتيك، ساعتها بدي العين دوت تارجت ثيرابي. والتارجت ثيرابي برضو عندك تي كي اي تيروزين كيناز انهبيتور، وعندك الريد تارجت ثيرابي. التي كي اي مختلف هنا بقى عن بتاع الديفرنشيال ثيرابي كانسر. في الديفرنشيال ثيرابي كانسر كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم عن السونيتينيب والانفاتينيب. اما هنا بتكلم عن التارجت ثيرابي في حالات الميدلري ثيرابي كانسر اللي هم الفينداتينيب والكابوزانتينيب. الفينداتينيب والكابوزانتينيب في حالات الميدلري ثيرابي كانسر، عشان دي بتيجي في الكيسز كتير قوي في الام اس كيو. في حالات الميدلري ثيرابي كانسر بدي لهم ايه التارجت ثيرابي؟ بدي كابوزانتينيب او فينداتينيب. اما في حالات الديفرنشيال ثيرابي كانسر التارجت ثيرابي الاكسبتد اللي هو مين؟ السونيتينيب والانفاتينيب. سونيتينيب والانفاتينيب. اما في الميدلري الكابوزانتينيب والفينداتينيب. برضو في العيان بقى اللي عندهم ريت ميوتيشن او ريت فيوجن جين بوزيتيفيتي، دول زي ما شايفين نسبتهم عاليه حوالي 50% من حالات السبوراديك ميدلري ثيرابي كانسر، وكل حالات المين اللي هي 25% من حالات الميدلري ثيرابي كانسر، يعني كل الحالات فيها مالتي اندوكرين بيزا اللي عندهم ريت ميوتيشن كان بينفيت فروم ريت تارجت ثيرابي اللي هم سيلبركاتينيب والبرالاسيتينيب. يبقى ده بالنسبه لكلامنا عن الميدلري ثيرابي كانسر. يبقى تاني باختصار الميدلري ثيرابي كانسر لو لوكالايزد علاجها الرئيسي هو الجراحه توتال ثيرويدكتومي توتال ثيرويدكتومي توتال ثيرويدكتومي، وتشيل معاهم كمان سته للنيك دايسكشن. مفيش رول فور ريدي ثيرابي ريدي اكتيف سوري ريدي اكتيف ايدين ابليشن، ومفيش رول فور التي اس اتش سبريشن. اما لو متستاتيك بتشوف ده ريسكتبل ولا ريسكتبل. لو ريسكتبل يبقى جراحه وممكن تدي معاها اكسترنال بيم ريدي ثيرابي. طيب لو هو ريسكتبل ولو فوليوم فول اب، لو هاي فوليوم او سيمبتوماتيك بدي العين دوت تارجت ثيرابي من خلال تيروزين كينيز انهبيتور او ريت تارجت ثيرابي. اخر حاجه خالص بقى كلامنا عن الانابلاستيك ثيرويد كانسر. والانابلاستيك ثيرويد كانسر هي واحده من الورست تيومرز ايفر، يعني البروجنوز بتاعها فيري بور، الريسبونس بتاعها للكيمو ثيرابي وحش، الريسبونس بتاعها للريديو ثيرابي مش قد كده. عشان كده زي ما احنا قلت لكم ان كل الستيجنج بتاعه الانابلاستيك ثيرويد كانسر حتى لو تيومر صغير جدا اقل من 2 سم هي ستيج 4، فكلهم ار كونسيدرد ستيج 4. نسبتهم قد ايه؟ نسبتهم 1%، وان اوف ذا موست اجريسيف تيومرز، والسرفايفل بتاعها 5 ل 6 شهور، يمكن حتى اسوا كمان من كانسر بانكرياس واسوا من الاتش سي سي. وان اوف ذا ورست كانسرز ايفر هو الانابلاستيك ثيرويد كانسر. اغلب حالات الانابلاستيك ثيرويد كانسر هي طالعه من بروجريشن على الديفرنشيتد ثيرويد كانسر.
بيتميز الانابلاستيك هير كانسر ان هو لوكالي ادفانسد تيومر، بيرابل جروث، والتطور بتاعه دايما مش بيحصل له ديستال ميتاسيس على ما هو بيبقى لوكالي انفيدنج تيومر. خلي بالك هو لوكالي انفيدنج جنب فايتال ستراكشرز، ده جنب التراكيه، فلما يجي على التراكيه يقفل التراكيه خالص، اللي عندي يحصل له سفوكيشن، او ممكن يدخل على الميدياستنم ويدخل على الفيسل بتاعت الميدياستنم الاورطه الهارت، ويعمل طبعا سيفير بليدنج اند وفاسكولار ديكومبنسيشن. فمهم جدا جدا انه وان اوف ذا ورست تيومرز ولوكال ادفانسد تيومر. الميتاستاتيك ديزيز نسبته مش عاليه قوي، فيه حوالي 15 ل 50%، يعني مش بيلحقوا اصلا ياخدوا فرصه ان هو ميتاستايز. زي ما شايفين كده في الصوره، ده واحد عنده انابلاستيك ثيرد كانسر، شايفين رابيد اجريسيف، وفي منطقه فايتال قوي قوي زي النك والثراسيك اوتلت، فبيعمل لنا اوبستراكشن للفيسلز، اوبستراكشن للتراكيه والسيرفكس. المانج بتاعنا ايه؟ والله لو لوكالايزد ريسكتابل ديز، يعني لو حد كان محظوظ واكتشف ات ايرلي ستيجز، ستيج 4A يعني لسه تي 1 مثلا ولا حاجه، يبقى ساعتها يبقى جراحه، وما بعد جراحه تديله اكسترنال بيم ريديو ثيرابي. مهم جدا تديله ادجفنت ريديو ثيرابي بلس اور ماينس كيمو ثيرابي، لكن للاسف اغلب الحالات بتبقى ان ريسكتابل، يعني ستيج 4B، ساعتها بدلهم كومبايند اكسترنال بيم ريديو ثيرابي مع ريديو سنتايزر كيموثيرابي، يوجوالي بيبقى الدوكسوربسين. طيب ماذا لو كانت الحاله ميتاستاتيك يعني ستيج 4C؟ ساعتها بديله بالياتيف كيموثيرابي. مهم جدا جدا انك ممكن تعمل بالياتيف ريسكشن عشان خاطر تكيب الاير واي فري. طيب ايه بقى التريتمنت اوبشنز؟ اولا مفيش عندنا ستاندرد اوف كير، يعني حتى هذه اللحظه مفيش عندنا اف دي اي ابروفد لاين فور تريتمنت اوف انابلاستيك ثايرويد كانسر، لكن في عندنا كيموثيرابيز زي الانتروسايكلينز والتاكسينز. كمان دخل بقى جديد زي ما قلت لكم في الان اس ان جايد لاينز الجديده، لو حد عنده بي راف ميوتيشن، ودي نسبتهم مش قليله حوالي 25%، 15-25% من حتى الانابلاستيك ثايرويد كانسر. افتكر كده السلايد بتاعت البيولوجي، هتلاقي ان في نسبه من الانابلاستيك ثايرويد كانسر عندهم بي راف ميوتيشن كان بيرفورم كومبينيشن اوف ذا برافينيب وترامتينيب. وبرده في الان اس ان لاست فيرجن بقى في عندنا ترايل فور الاميونوثيرابي بايزر بيمبو ليزوماب او نيفوليوماب. يبقى اذا دخل جديد، يبقى الحاجتين دول لازم نزودهم السنه دي في الكتاب بتاع السنه دي، اللي هم الاميونوثيرابي والتارجت ثيرابي في حالات الانابلاستيك ثايرويد كانسر. يبقى اب تيل ناو مش عندنا ستاندرد اوف كير، في عندنا كيمو ثيرابي زي التاكسين والدوكسوربسين، في عندنا اميونوثيرابي النيفو والايبي، وفي عندنا تارجت ثيرابي للناس اللي عندهم بي رات ميوتيشن انفولفمنت. زي ما احنا شايفين كده السلايد دي، لو عندك ستيج 4A يبقى جراحة followed by adjuvant radiotherapy بلس اور ماينس كيمو. ستيج 4B بدي كيمو مع راديو، مكان الكيمو راديو بدوكسوروبسين مع راديو ثيرابي. لو ميتاستاتيك في عندك بقى كيمو ثيرابي وتارجت ثيرابي او اميونو ثيرابي. اخر حاجه خالص في محاضره النهارده هو تجميع بقى للتارجت ثيرابي بتاع الثيرابي كانسر، ودي حاجه من الحاجات المهمه، لان ممكن يجي سؤال لوحده كده يقول لك ايه هو التارجت ثيرابي في الثيرابي كانسر. أبقى عارف عندنا تارجت ثيرابي في الديفرنشيال ثيرابي كانسر، وتارجت ثيرابي في الميدالي ثيرابي كانسر، وتارجت ثيرابي في الانابلاستيك ثيرويد كانسر. يمكن ده تايم لاين كده بتوضح لنا ايه هي التريتمنت اوبشنز او التارجت ثيرابي في حالات الثيرابي كانسر اتطوروا في اخر 10 15 سنه. في عندنا تارجت ثيرابي فور ديفرنشيال ثيرابي كانسر، وفي عندنا زي ما قلت لكم هم تو تايروزين كينيز انهبيتورز، اللي هم ايه؟ اللي هم السوناتينيب والنفاتينيب، بيزد اون الترايل هي ديسيجن ترايل، ودي كانت بيكمبير سوري سورافينيب مش سوناتينيب، سورافينيب بلاسيبو في الناس عندهم ديفرنشيال ثيري كانسر، وكان ريدي اكتف ايدين ريفراكتوري. حسنت البروجريشن في سرفايفل، هاويفر ذير از نو اوفر سرفايفل بنفيت في الناس عندهم ادفانسد ميتستاتيك ريدي اكتف ايدين ريفراكتوري ديفرنشيال ثيري كانسر. يبقى دي كانت الديسيجن ترايل والسيلكت ترايل بتاعت الانفاتينيب، ودول عندنا التو تارجت ايجنتس سورافينيب والانفاتينيب في حالات ديفرنشيال ثيرابي كانسر. دايما تبقى عارف ايه هو السايد افكت بروفايل بتاع كل واحد من دول. فعندك مثلا السورافينيب بيعمل هاند اند فوت سندروم هايبرتنشن، الانفاتينيب بيعمل هايبرتنشن وبيعمل بليدنج. التارجت ثيرابي بتاعت الميدالي ثيرابي كانسر كان في عندنا تو دراجز، اللي هم كانوا الكابوزانتينيب والفينداتينيب. الكابوزانتينيب او الفينداتينيب الاول كان في عندنا زيتا ترايل،
ودي كانت بتكمبير بين ده يعني بالبلاسيبو في ناس عندهم ادفانسد او ميتستاتيك ميدالي ثيري كانسر، اجين برضه حسين البروجريشن في سرفايفل بات نوت اوفرول سرفايفل، ونفس الكلام بينطبق على الكابوزانتينب في ترايل اسمها اكزام ترايل، ودي برضه كانت بتكمبير كابوزانتينب فيرسس بلاسيبو في الناس اللي عندهم ميدالي ثيري كانسر. اجين بيحسن البروجريشن في سرفايفل بات نو امبروفمنت في اوفرول سرفايفل. السايد افكت بتاعت الفنداتينب بيعمل هايبر تنشن وبيعمل كيوتي برولونجيشن، الكابوزانتينب بيعمل فيستيلز وجي اي بيرفوريشن. دي حاجه مهمه قوي الكابوزانتينب بيحب يسالوا فيها في الام اس كيو، فالكابوزانتينب بيعمل جي اي فيستيلا وجي اي بيرفوريشن. اخر حاجه بقى خالص هم الريد تارجت ثيرابي، وفي عندنا تو دراجز اللي هم السيربيكاتينب وبرولاسيتينب. السيربيكاتينب وبرولاسيتينب ودول ابروفد في اي تيومر عندهم ريد فيوجن جين بوزيتيفيتي. في حالات ال ايذر سواء كانت ديفرنشيال ثيرابي كانسر او كانت ميدالري ثيرابي كانسر اللي هم عندهم ريد فيوجن جين ميتيشن حسنوا البروجريشن في سرفايفل برضه بات نوت الاوفرول سرفايفل، وبعرف السايد افكت بتاعت السيربيكاتينب هايبر تنشن وهيباتيتس، والبرالاسيتينب بيعمل هايبر تنشن وماسكولو سكليتال بين. كل التي كي ايز بيعملوا هايبر تنشن، وفي عندنا سم سيلكت سايد افكتس بكل نوع مختلف عن التاني. كده احنا الحمد لله خلصنا كلامنا عن الثايرويد كانسر. اتمنى تكون المحاضره كانت لذيذه وظريفه، اتمنى اكون يعني وضحت بعض الحاجات المهمه في الكلينيكال براكتس، اهم من المطلوب الامتحان بصراحه، لان حالات مش قليله خالص بنشوفها في الثايرويد كانسر، واتمنى ان المانجمنت بتاعنا يبقى يحاول يكون بيز اون الجايد لاينز، يبقى الامور بالنسبه لنا اسهل ان شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. وانا ان شاء الله معاكم بعد المحاضره كده برضو كمان 5 دقائق، لو حد ليه اي استفسار هكون معاكم ان شاء الله.